مرحبا، يعطيكم العافية والسلام للجميع. في متابعة من المتابعين الموجودين على القناة بعثت لي على الفيسبوك رسالة بتسألني عن موضوع المنح في كندا، وحكيت لها انه المنح يعني ما بقدر اعطي اشي بوقت معين لانه المنح بتتغير كتير. وبالصدفة بديت ادور لها على المنح اللي موجودة في كندا، وغريبة لقيت في منحة جدا جدا رائعة لعدد من الدول. طبعا بدي اركز انه هذه بس لهاي الدول، راح احط لكم الرابط تحت في الديسكريبشن. هاي المنحة مقدارها تقريبا 60,000 دولار، شاملة الطيران، الاكل، السكن، التأمين الصحي، الرسوم الدراسية لمدة سنة او سنتين ماكسيموم. فيما معناه انه هي مش منح للبكالوريوس، هي منح للسيرتيفيكيتس او ما بعد ما قبل الدبلوم او الدبلوم او الماجستير او التدريب الطبي. الدول العربية فيها اذربيجان وأوزبكستان وعدة دول، بس الدول العربية اللي لقيتها جيبوتي، موريتانيا، وفلسطين. فلسطين سواء من الضفة او غزة او من القدس، فهم يعني ما بعرف اللي بدي احط لكم الرابط، اقرأوا الرابط، المعلومات كلها واضحة. الابليكيشن بيبدأ من شهر 1 لشهر 3 2020، وبعديها بغلق الابليكيشنز، يعني ما بتقدر تقدم. واعتقد انه مفروض الانتيك او بداية الدراسة تكون في 2020 سبتمبر. فاللي مهتمين كتير بهاي المنحة ما بدي احكي كتير عنها لانه سهلة، كفر كل إشي لمدة الدراسة سنة أو سنتين في كندا، وبعدين أنت بتدبر حالك، بعطوك الفيزا وبعطوك كل إشي، مقدم من الحكومة الكندية، وإذا شديت حالك في الدراسة ممكن تحصل على منح من الجامعة، هذا إشي ثاني. لكن الآن بسرعة 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 إخواننا خاصة في جيبوتي وموريتانيا وفلسطين، ادخلوا على الموقع، سجلوا. بشهر يناير بفتح الموقع، احنا لسه في ديسمبر هلا، بس هحط لكم الموقع وضلكوا تابعوه. الله يوفقكم يا رب، وان شاء الله يفتح عليكم وتكون فاتحة خير على كثير من اهلنا في هذه الدول. السلام عليكم. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. من فضلك فعل الجرس ليصلك كل جديد.